احنا ما ضربناش، هو احنا انضربنا طبعا. ايوه، ولولا الاستاذ فريد شوقي فعلا كنا رحنا في داهيه، لان هو قام غنى غنوه واحده كل اللي في الحفله طلعوا وروحنا كلنا سالمين. فالاستاذ فريد شوقي بمناسبه الليله الحلوه دي، وكلكم مصرين طبعا وتحبوا تسمعوا صوت الفنان العاطفي القوي مطرب الجبل والصخر والرمل والبراري، مطرب البراري العنيف وملك رصيف نمرة خمسة، الفنان اللوزعي العاطفي الأسط حسن الذي مضى به قطار العمر إلى لا تبكي يا طبيب العمر. وهيقول لنا جملة حلوة وكلنا هنرد عليها. إذا كان الأستاذ فريد مش فاكر أنا هفكره وهو هيقولها. الأستاذ فريد شوقي هيقول غنوة صغيرة بس كلنا هنرد، لأنه لو زعل الاستوديو عليه العوض. وربنا يديه الصحة الأستاذ فريد شوقي على ما بيتمطع تمطيعة، جزء ده راح والجزء الثاني راح. هيقول لنا الفولكلور الصعيدي الظريف اللي هو عشطان تعال اشرب، احنا كلنا هنقول اللع اللع. يعني ايه المطلوب من الاستاذ فريد؟ هيقول بس عشطان تعال اشرب لا لا، هيقول التاني خد مني كوباية لا لا، النبي تيجي لا بصوت فريد شوقي الحنون. Ladies and gentlemen, we have the famous movie star فريد شوقي النبي تيجي لا لا. حلو علينا كلنا وعلى الامه العربيه. انت عاوز مين؟ انا عاوز الناس تقفل التلفزيون. لا 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 اقفلوه والله. لا ما فيش، بس هو اللي عنده اقفلوه هيشتمونا. هيضرب في مصحف. طب قول انت اللي قول الاول. فريد شوقي نزل على القناتين. هو حضرتك هتقول النبي تيجي لا لا حلفتك تيجي، ده فولكلور صعيدي ايطالياني. طيب قول بقى الاول. فولكلور يعني انا هقول عشطان تعالى اشرب، هتقول لا وهغمزك، حضرتك تقول النبي تيجي بس بعد ما اغمزك. عشطان تعالى اشرب لا لا لا، ما غمزتش يا سمير. النبي تيجي النبي تيجي لا لا، لفتك تيجي حلفتك تيجي لا لا. بس لا مؤاخذة الأساتذة المطربين يعني، إذا بعد كده الموال على طول عشان لا ممكن حتى إن شاء الله يا ليل يا عين حتتين، يا ليل يا حتتين يعني اللي غنيتها في الليدو حتى من حاجات باريس اللي حضرتك. لا ده رانيا وهابيل اللي كانوا بيقولوا باريس مش أنا. اقول ايه يا سيدي يعني بس لا والله انت اللي خليك معايا يا شيخ سيد، خليك معايا والنبي. ده الغنى ده صعب قوي بس حلو، اتضح التمثيل سهل يا حسن. اقول انت يا ليلي يا عزبي، هقولها ازاي؟ مين الاغاني اللي لحن لك دي يا استاذ فهد؟ الموجي. هو دايما الاستاذ موجي الحن صعب. ايوه انا وعاوز اطلع وجوه جديده. قال انا وجه جديد. طبعا يلا. يلي حلو قوي، حلو قوي. الله الله ده سهل الغنى يا عزبي بقى. من اولها الله كده. يا عين الله. نشكر الاستاذ فريد شوقي على القصيده الرائعه اللي قالها، وده كان سبب الخناقه اللي قامت.